السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل اثبات سحب الموقع الاستثمار اللي احنا شرحناه امبارح. الموقع فيه هنا مسابقات لشبكات التواصل الاجتماعي، خشوا وشوفوا ايه المطلوب منكم، وفي مكافأة فيديو يوتيوب من 2 دولار لحد 200 دولار. دي احصائية الموقع، انا هسيب لكم الرابط الشرح الاولاني اسفل الفيديو عشان ده فيديو اثبات سحب هيبقى سريع شويه. دي الخطط اللي في الموقع، عندك بتبدا كلها من 1 روبل بس على ايام، يعني دي على 10 ساعات بتاخد 19%، وديت بعد 3 ايام بتاخد 325%، والثالثه بتاخد على 10 ايام 2250%، والتالتة على 30 يوم بتاخد 6500%. دي اخر مدفوعات في الموقع، وديت اخر ودائع في الموقع. هنخش على الموقع. طريقة تسجيل في الموقع بتيجي من هنا، بتحط هنا الاسم والاسم الكامل فوق هنا، وبعد كده الاسم اليوزر نيم للدخول، بعد كده الباسورد، وهنا اعادة الباسورد، وهنا الايميل واعادة الايميل، ودي كلها المحافظ. شوف المحافظة اللي هتشتغل عليها وحطها، وهنا احط سؤال سري وهنا الاجابة عليه زي ما انت حابب، اي سؤال يخطر على بالك. وتعلم على شروط تعمل تسجيل كده بقالك حساب في الموقع. للدخول هنحط اليوزر نيم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. انا اللوحة عندي مش باينة بس بعرف اتعامل مع الموقع. في هنا المفروض لوحة بتظهر، الظاهر ان في مشكلة عندي مش ظاهرة. هتيجي من هنا، انا كنت حاطط 1 دولار. السحب ممكن تسحب كل ساعة من الموقع هنا زي ما بقولك كده. دي الخطط اللي في الموقع، بتعلم على الخطة من النقطة ديت، وبتنزل تحت تحط هنا رقم المحفظة، وهنا بتحط المبلغ وتعمل توجيه للحساب بتاعك. ممكن تخش عن طريق الاسم بتاعك من هنا، كل حاجة بتبقى مكتوبة هنا، هترجم باللغة العربية. هنا الاعدادات، ممكن تغير المحفظة بتاعتك لو انت حابب ان انت تغيرها من هنا، اهو تغير المحفظة اللي انت عايز تغيرها وتعمل حفظ. ومن هنا جعل وديعة لو انت عايز تودع وديعة من هنا. نفس النظام، بتعلم على الخطة اللي انت هتشتغل عليها، وبتحدد تحت زي ما قلنا البنك بتاعك، ومن هنا بتحط الوديعة وتعمل جعل وديعة. هنيجي من فوق تاني وهنخش على ايه السحب. اهو انا عندي 100، انا حطيت 1 دولار امبارح، وعندي 1 دولار و20 سنت. هاخد المبلغ ده كده كوبي، وهنزل تحت احط هنا طبعا الباير متعلم عليه، وهنا هحط الوديعة، احط الحساب بتاعي. وهنا اكتب لهم اي حاجة، ممكن اكتب اوكي او ثانك يو او اي حاجة. وهعمل طلب دفع، بس الاول اخش على بنك الباير كده المحفظة، الاقي اخر حاجة عندي 1 روبل و28 سنت، وهعمل طلب دفع. هيقول لي اكد السحب اهو، ليس لديك اي رسوم لهذا العملية. هيقول تأكيد، هقول له تأكيد. هنشوف كتب لنا ايه. حساب معالجة الدفع، كده شال الحساب يا شباب، وكده رصيد اتسحب. هنخش كده على البنك الباير. اهو يا شباب وصلني 1 دولار و18 سنت اهو. وبكده الموقع صادق، واعمل ايداع تاني ب1 روبل تاني. هاجي من هنا اعمل جعل وديعة،
واحدد الخطة الاولانية واحط $1، اختار بنك الباير وهقول له اجعل وديعة، هنترجم باللغة العربية هيقول لك ايه اكد العملية، هقول له تمام وهعمل $1 وهقول له convert. اوكي كده يا شباب الوديعة التانية تمت، هنترجم باللغة العربية اهو. حالة الايداع الخاصة بك لقد تلقيت مقدمة شكر. هنخش كده على الحساب لوحة القيادة، اهو يا شباب الوديعة التانية. تقدر تسحب من الموقع كل ساعة لو انت حابب تسحب كل ساعة، بس من الافضل ان انت تخليه لما تكمل الوديعة عشان ما يخصمش منك الباير في كل مرة عمولة. وكده كل انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هسيب لكم رابط الشرح الكامل اسفل الفيديو. سلام.